اهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم راح ناخذ في الموضوع شيق اللي هو الدويتشه غيدا فاندونغ. طبعا هاي تعتبر الغيدا فاندونغ هي تقدر تقول هي صيغ او تعابير او عبارات اصطلاحيه المانيه. يعني شلون مثلا عندنا امثال باللغه العربيه، يعني تقريبا فتشي الشكل مقرب لها. فراح نحاول اليوم ناخذ تقريبا 14-15 تعبير ونشوف كل واحد شنو يعني. يعني التعبير يجي مكتوب بس إلى معنى غير شيء. فراح نشوف أول واحد. عندنا الدويتشة غيدا فاندونغ، أقوال وتعابير اصطلاحية ألمانية. مثلا نشوف فون آ بس تسات. يعني شنو هالعبارة هاي اللي مرات يكتبوها؟ هي بتعني أنه من الألف للياء، أو المعنى الأساسي إلها اللي هو فون أنفانغ بس أندا، يعني من البداية إلى النهاية أو حتى النهاية. يعني مرات يكتبوا لك الفان آ بس تسات، لازم انت تعرف انه هي تعني فان أنفانغ بس أند. هي هاي الغيدا فاندونغ بصورة عامة. التعبير الثاني اللي هو أب أند تسو. الأب أند تسو يجي بين الحين والآخر، أو تقدر تقول يعني مانشمال اللي هو أحيانا. فإذا تقرأ أب أند تسو يقصدون بها يا أما بين الحين والآخر أو اللي هي المانشمال. اثنيناتهم تقريبا نفس التعبير. نشوف التعبير الثالث. ان اخت نيمن. من تقرأ ان اخت نيمن يعني تعني فورزش ديزاين، يعني تكون حذر او كن على حذر. فمرات تلقاها مكتوبة ان اخت نيمن، ما راح تعرف شنو يقصد بها، بس هو القصد الرئيسي من عدها ان تكون على حذر. طبعاً الغيدا فاندونغ موجودة بشكل مو طبيعي، يعني أكو أعداد هائلة من هاي التعابير. كاينة آنونغ هابن، يعني معناتها غارنيشتس فشتين. غارنيشتس فشتين يعني لم أفهم شيء أو ما افتهمت أي شيء، اللي هي الكاينة آنونغ هابن. تقريباً المعنى مال الجملتين أو التعبيرتين قريبة على بعض. ونشوف النقطة الخامسة. ألاين داشتين. طبعا هاي الدا سوتكونها بالأسفل حتى تميزوها. طبعا هي أيضا كلمة واحدة هاي. ألاين داشتين معناتها كاين هيلفر هابن، يعني لم يساعدهم أحد أو ماكو أحد ساعدهم. ألاين داشتين يعني دا يأدون العمل وحدهم، ما حد ساعدهم. هو هذا المقصد منها. والتعبير السادس أليس إن ألم، اللي معناها أليس تسوزامن. أليس إن ألم يعني كل شيء معا أو كل سوية، فصارت أليس تسوزامن. أنا بصراحة بالنسبة لي هاي الغيدا فاندونغ كلش تعجبني، فدا أحاول هواية أكتب من عندها وأحاول أحفظ، لأن خاصة طلاب البيس فاي يأخذوها بشكل مو طبيعي، كلش هواية متواجدة. نشوف النقطة السابعة. بايم ألتن لاسن، يعني هم راح تقرأها ما راح تفتهم شنو يقصد بها، بس هي معناتها نيشتس في أندان. يعني واحد يقول لك بايم ألتن لاسن يعني لا تغير كل شيء أو خليه مثل ما هو أو عوفه مثل ما كان على وضعه القديم، لا تغير به أي نقطة أو أي شيء من عنده. فهي هاي معناتها بايم ألتن لاسن نيشتس في أندان. أدفاس إم أوجا هابن معناتها ان ادفاس دينكن واس مان هابن مشته، يعني تفكر في شيء ترغب في الحصول عليه. فمن تقرا هاي الغيدا فاندونغ اللي هي الادفاس ام اوغا هابن معناتها ان ادفاس دينكن واس مان هابن مشته. التعبير التاسع اللي هو انتر فير اوغن غيدن. الانتر فير اوغن غيدن معناتها هايمليش سبريشن، يعني التحدث بانفراد او التحدث سرا. مثلا انت قاعد بقاعة وتحب تحكي فتشي سر انت والاستاذ مالتك، فتقول له انترفير اوغن غيدن. من تقول له انترفير اوغن غيدن يعني نحكي على انفراد او نحكي بس انا وياك برا ما حد يسمعنا.
أوسر زش زين اللي هي الغانس أندرس زين أليس زونست، يعني تكون مختلف جدا عن الطبيعة. يعني مثلا إنسان طبيعته هادئ، هاليوم مثلا صار جدا عصبي فيقولون صار أوسر زش زين أو غانس أندرس زين أليس زونست، يعني مختلف جدا عن حالته الطبيعية. البعدها اللي هي أوسفندش ليرنين. الأوسفندش ليرنين يا أما تقدر تقول إنه هي يعني تتعلم بالشكل الصحيح اللي هي الغشتش ليرنين، أو معنى المعنى الآخر اللي هي حفظ على ظهر القلب. أوسفندش ليرنين تحفظ فتشي على ظهر القلب أو تتعلم بشكل صحيح، اثنيناتهم صح. التعبير اللي بعده امبال زين، البال اللي هي الكرة، بس شنو واحد يبقى بالكرة يعني معناتها اكتيف زين، يعني تكون نشيط او تكون فعال، يعني تكون بيك حركة شوية، فتكون امبال زين، هذا معنى هذا التعبير. والتعبير اللي بعده فيدر أوف دين باينن زين. الفيدر أوف دين باينن زين اللي معناها فيدر جزونت زين، يعني تكون بصحة جيدة مرة أخرى. يعني واحد بيكون مريض وقلت أنت فيدر أوف دين باينن زين، يعني تكون فيدر جزونت زين، إنه تكون بصحة جيدة مرة أخرى، يعني واحد تتمنى لأنه يكون بصحة جيدة. نشوف التعبير 14 امبلده زين. الامبلده زين يعني شلون مثل عارف واحد يقولها انه تكون بالصوره، يعني انفورميرت زين انه تكون على علم، تكون على اطلاع. يعني مثل من تشتغل بفد شركه او بفد مجال معين لازم تكون امبلده زين، يعني لازم تكون دائما انفورميرت زين، لازم يكون دائما عندك علم او اطلاع ايش يصير بالموضوع بالشركه بالشغل. وناخذ ياكم التعبير الاخير فيديا بليتس. الفيديا بليتس يعني واحد يقول لك كن زي فيديا بليتس، يعني كن سريع زي شنيل، يعني تكون سريع زي مثل الطلقة، فهذا المعنى من هذا التعبير. فهذه كانت مجموعة اليوم، تقريبا أخذنا 15 تعبير أو أقوال. فإذا عجبكم هذا الموضوع اكتبوا لي بالتعليقات حتى أكمل لكم السلسلة، يعني هي السلسلة كلش كبيرة، فحتى إذا تحبون ناخذ بالأسبوع واحدة هم أنا مو مشكلة. وأتمنى لكم كل التوفيق، تقبلوا تحياتي.